تعالوا مع بعض بقى نروح لأخبارنا ونبدأ أخبارنا، وأول أخبارنا من نادي الزمالك، وخبر سعيد جدا جدا بعد ما أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق وقع عقدا جديدا مع الزمالك لمدة 3 سنوات قادمة. وعقد المستشار مرتضى منصور جلسة مع زيزو حضرها والد اللاعب وكمان أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، وتم خلالها مناقشة العروض اللي وصلت ليه اللاعب، وتمسك مسؤول الزمالك باستمرار اللاعب في 100 عقبة، ورحب زيزو بالبقاء في صفوف الفريق، وتم توقيع عقد جديد لمدة 3 سنوات.